صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كلمة صدق الله العظيم التي تقال بعد تلاوة القرآن ونسمعها كثيرا بعد التلاوات، فهل لهذه العبارة وتكرارها على هذا النحو أصل؟ التزامها بعد القراءة لا أصل له، فإن ليس من آداب القراءة، ليس من آدابها أن تقول بعدها صدق الله العظيم، وإنما من آدابها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بدايتها. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يأتي أنه بعد ما ينتهي، لا في الكتاب ولا في السنة، أنه بعد ما ينتهي يقول صدق الله العظيم، وإنما هذا شيء اعتاده بعض الناس من باب العادات. وإن كان أحد يظن أن هذا مشروع فهذا بدعة. نعم.